يعني التان ده عفريت عادل اديب لقيتي بالعربي انجن التان وحش بربروس طلب منه ان هو يمسك يبقى رئيس الاسطول البحري. المشاهد دي اللي بتشوفوها هي من كواليس مسلسل بربروس التركي واللي يعتبر من الأعمال التاريخية المنتظرة واللي تأكدنا لحد اللحظة دي إنه بيشارك في بطولته إنجن ألتان وأولاش تونا وهو من إخراج عادل أديب اللي قابل إي تي بالعربي عشان يقول لنا أكتر عن العمل ده. بربروس هم ثلاث إخوات أو عائلة، يعني هم أربعة بس هم ثلاثة مشهورين، هم دول اللي كانوا قراصنة في البحر المتوسط في فترة الدولة العثمانية وغلبوا كل الدول او الحملات الصليبيه اللي كانت موجوده، غلبوهم طول الوقت ان هم كانوا بيسرقوا منهم مراكبهم. ليه؟ عشان كان معاهم في المراكب عبيد مسلمين اللي هم كانوا بيستعبدوهم من المناطق بتاعت شمال افريقيا او من الحروب اللي كانت موجوده، فكانوا بيستعبدوهم، فكانوا دايما بيروحوا هم يحرروهم وياخدوا الكنوز اللي معاهم. بسبب ان هم كان عندهم مراكب سريعه بالمقاديف قصيره فالمدافع ما بتعرفش تضربها الخ، قدروا ان هم يسيطروا على منطقه البحر المتوسط. ثم ماتوا كلهم لحد ما فضل واحد منهم، والواحد ده فضل مكمل هذه القصه الى ان جه السلطان العثماني طلب منه ان هو يمسك يبقى رئيس الاسطول البحري التركي. دي قصه كده سريعا موجوده. والمسلسل المفروض يبدا عرضه في شهر سبتمبر اللي جاي، وكل حلقه منه هتكون مدتها ساعتين ونص. ومن اول حلقه بدا التحدي بالنسبه للمخرج عادل اديب اللي بيتولى اخراج مشاهد الاكشن والجرافيكس في العمل ده. وزي ما شايفين في الكواليس فالسفن والمشاهد الحربيه كلها كانت موجوده في استوديو ضخم وهيتم تركيب المؤثرات البصريه والجرافيكس عليها. عندي 30 دقيقه معركه في بدايه من اول فريم في الحلقه ودي اللي يعني دي اللي هتاخد زي ما بيقولوا يعني وش القفص زي ما بنسميه، او دي اللي هتاخد بهجه الناس كلها وتقول في المسلسل ده حلو ولا لا. فان يجيب عندك 30 دقيقه اكشن دي مساله مش سهله خالص. قعدنا نشتغل عليها شهرين قبلها، ما بين افكار اكتبها والكرييتيف ان انا اعمل كرييتيف ليها وان انا اعمل لها ستوري بورد ان هو يترسم. حتى وانا بخرج المشاهد الاكشن والمشاهد اللي هي فيها سي جي اي او الجرافيكس بيبقى فيها اجزاء من الدراما، فبيبقى معايا دوان ده المخرج وبنقعد نتكلم سوا علشان الرياكشن هو محتاجه ازاي، هو محتاج الحركه دي بتاعت ايده علشان دي عامل عليها حاجه في الحلقه الكذا. فاذا حتى وانا بخرج جوه المشاهد عندي مثلا على المركب فدي مشاهد سي جي اي، مشاهد جرافيكس، وبالتالي انا اللي بخرجها، ولكن لازم دوان يبقى معايا. والتحدي الثاني هو الجمع ما بين نجمين من نجوم الصف الاول في تركيا واللي اكيد ما كانتش مهمه سهله ابدا. انت تتعامل مع كل واحد في اللوكيشن باحترافيه شديده جدا ومختزلة. ألتان أنجن ألتان وأولاش والمجموعة اللي بشتغل معه دول كلهم نجوم لأول مرة جمعهم في عمل واحد، يعني كل النجوم دول يعني نجم الجيل القديم اللي هو ألتان تمام اللي هو عمل أرطغرل، وأولاش اللي هو النجم الجديد ده طالع يعني اللي مكسر الدنيا عندهم، وفي الأخ الثالث اللي هو بيعمله دور إلياس. الثلاثة دول نجوم كبيرة جدا عشان يجمعوهم في هذا العمل كان مسألة صعبة جدا ومش سهلة، ولكن بشكل احترافي ما عندهمش مشكلة. والكل اللي شافوا قدرة إنجن ألتان الكبيرة على تأدية الأدوار التاريخية ومشاهد المعارك وغيرها أكيد عندهم فضول يعرفوا كواليس التدريبات للدور ده مع المخرج عادل أديب، بما إن كمان المسلسل ده تاريخي وكله معارك. قعدنا أسبوعين قبل عشان نعلي اللياقه البدنيه، اسبوعين قبل، مع ان هم لياقتهم عاليه، ان هم اوريدي يعني التان ده عفريت زي ما بنقول، ركوب خيل سيوف رماح نبال بيلعبها بجد مش صوره، بيستطيع التعامل معاه بشكل احترافي جدا. ده التان هو تركيبه سميناه حتى المونستر الوحش لانه هو بيعمل كل حاجه. نفس الشيء اولاش، نفس الشيء الياس، كلهم في الجيم على طول، صحتهم دي مهمه جدا، تدريباتهم يوميا.